صباح الخير يا اخوان. اليوم برد كثير كثير، كان درجة الحرارة قبل شوي 21 والآن نزلت ل 19 مع وجود الشمس. طبعا الشمس هاي بتحسها منظر ما بتدفي ولا اشي. اليوم راح نطلعكم على أجواء الثلوج والبرد القارص في شيكاغو تحديدا وفي المناطق الباردة في أمريكا عامة، وكيف الناس هون بتتعامل مع الثلوج. ولا تنسوا تتابعونا على الانستغرام، الانستغرام كثير بنزل عليه أمور ويوميات مهمة بإمكانكم تتابعوها وتشاركوني آراءكم وتبعتوا لي اقتراحاتكم وتساؤلاتكم على الانستغرام، بجاوب على الكل تقريبا. خلينا ننطلق بجولتنا اليوم في البرد القارص في شيكاغو. أول إشي الواحد بيعمله في شيكاغو لازم أول إشي ينظف سيارته إذا عليها تلج، لأنه دائما بصحى يا إنها مفرزة بدها تشغيل قبل بوقت أقل إشي، يعني ربع ساعة نص ساعة أساس السيارة تحمى، لأنه كل إشي بيكون متجمد في السيارة. درجة الحرارة بتوصل في الليل تقريبا ناقص 25 ومرات بتوصل في شيكاغو ل50. ثاني إشي بنطفو الثلج عنها أساس يعني ما يكون الشيء الثلج الطاير وهو ماشي على الناس أو إشي، وشان الشوارع كلها بتم فتحها برش الملح، بزيلوا الثلج أول ما تثلج بعدين برشوا ملح، برشوا كميات كبيرة ملح على الأرض، فهذا بيجي داخل السيارة. فدائما الناس في أول يوم أو بعد يوم من الثلج بروحوا بيغسلوا سياراتهم، لأنه الملح بيأثر على حديد السيارات، الملح بيعمل تآكل للحديد وصدى، فهذا بيخرب السيارات. لما بحافظ على سيارته بيغسلها بشكل يومي أو دوري ممكن تصدي، فدائما بتلاقي صدى في السيارات. فدائما هون بركزوا بس يجي يفحص السيارة بده يشتريها بشيك على الصدى وبشيك عليها كثير كويس من هاي الأمور. طبعا أنا عندي اشتراك شهري، اشتراكات شهرية بتتراوح بين 17 دولار ل 40 دولار تقريبا، بتقدر تغسل قد ما بدك unlimited، يعني ممكن تيجي في اليوم مرتين مرة اللي بدك إياه، المهم تغسل سيارتك وتنظفها من الأملاح الموجودة على الطرقات. يعني شوفوا هون هاي شرطي فايت يغسل سيارته. بس في شغلة مهمة لازم الناس تعرفها عن هاي المغاسل، اللي عنده سيارة جديدة وخايف انها تتقحط، خاصة انه الدهان تبعها حساس او اللون حساس، ما بغسل في هاي المغاسل. في انواع مغاسل اللي هي انت بتغسلها بايدك او بتخلي الناس تغسلها بايدك، بس بالبرد هذا وين بدك تروح على اماكن انه حدا يغسل لك السيارة؟ صراحة يعني الموضوع صعب. يعني هسا انا اول ما اطلع السيارة راح تتجمد، هاي المي اللي على السيارة راح تصير جليد. يعني انا في مرات الابواب بحاول افتحهم بعد الغسيل ما بيفتحوا معي فبتجمدوا. طبعا هاي المنطقة منطقة في ريف شيكاغو جنوب شيكاغو، تقريبا هي زي عندها بحيرة وغابات. هسا البحيرة متجمدة، يعني بحيرة ضخمة بصيدوا فيها اسماك، فيها قوارب، فيها كذا، كلها متجمدة. الصيد في الجليد حاليا في البحيرة على مسؤوليتك الشخصية، يعني هم ما بتحملوا اي مسؤوليات لانه فيها مخاطر، ممكن يكون الجليد خفيف وتوقع فيك في المي، فهون بدك حدا ينقذك، بدك سيفتي، بدك ناس معك تساعدك، فالموضوع مش سهل ابدا صراحة. هاي منظر البحيرة ورانا، هاي هي، هاي حجمها بين الغابات موجودة، وهيها دايركت بتشوفوها، هاي كلها جليد متجمدة تماما. هاي البحيرة حتى في اثار ناس هناك كانت تمشي، هون دائما بتلاقيهم بصيدوا سمك، هاي الاماكن المرسى تبع القوارب هناك، فكل اشي متجمد حاليا. طلعوا عليها كيف هون حطيلكم انواع السمك المسموح تصيدها واللي ممنوع تصيدها. ففي هذا السمك اللي هو البرتقالي مكتوب انه ممنوع، وهاي انواع السمك اللي ممكن تصيدها، طبعا له احجام معينة وعدد معين انت مسموح لك فيه تصيد. طبعا هون الصيد ما بده يعني هالرخصة العظيمة، الرخصة بتطلعها أونلاين مجرد ما تسجل على الويب سايت تبعهم، ولكن في شروط وتعليمات زي ما حكيت لكم لأحجام السمك ووزنه عشان يحافظوا على أنواع السمك من الانقراض وعلى ديمومة الحياة تبعته. هاي الجنية خليتها مبارح، شوفوا كيف جليد، ثلج قاسي، يعني
مش انه والله بس متجمد اشي خفيف، عبارة عن فريزر، فريزر رسمي يعني، حتى هذا درجة الحرارة اقل من الفريزر الطبيعي. التجمد فيها مش طبيعي في هاي البلاد. فصراحة وانا بطير قاعد بضحك على الناس كيف يعني دمها خفيف، عم بتصور للناس اللي بيكونوا في الطيارات، لانه هذا مكان ممر للطائرات فوق البحيرة، فبرسموا للناس وجوه ضاحكة وهاي وباي وشعارات معينة بحاولوا يوصلوا رسائلهم عن طريق الرسم داخل البحيرة المتجمدة. فصراحة اشي كثير رهيب، الناس يسووا هذا الاشي صراحة دم خفيف وعجبوني يعني شو عم بعمل. صورت لكم شوي من العصافير الموجودة وأنواع الطيور الموجودة، صراحة أنا أول مرة بشوفها هون، مناظرهم كثير حلوة ورائعة، فبتمنى تستمتعوا في هاي المناظر. بنصح الكل يجي هون على المناطق هاي، فيها كثير أمور حلوة والله في الصبح خاصة. شوفوا يا إخوان هون مصور الطيور كيف بصور الطيور في الطبيعة. شوفوا ما شاء الله العدس اللي معاه. Hey, how are you? What's your name? I am Paul. Nice to meet you. Paul, nice to meet you too. This 600? 600, yeah. شوف معاه عدسة 600 بصور فيها الطيور، وبركي شفنا الريزولت اذا حب يورينا الريزولت تبعته. شوف الصورة، هاي الصور اللي بطلعها المصور. الصور اللي بصورها في شيكاغو. All the photo taken in Chicago or? No, the photo was taken in Minnesota. Minnesota? Yeah. Are you from Minnesota? No, I am from Chicago, from this area. طبعا كثير صور حلوة راح نوريكم إياها. أنا أضلكم إياها نشوف شو بصور. الشارع هذا اللي وراي بيكمل فوق على الغابة، مسكرينه تسكير تام لأنهم ما قدروا يشيلوا كميات الثلج على الشارع ورشوا ملح، فبحاجة لجهد وبحاجة لتكلفة يمكن عالية، فبسكروا الغابات اللي فيها طرق اللي ما قدروا يفتحوها، بس فتحين المنطقة لعند البحيرة أساس في ناس بتيجي بالثلج بتمشي في مسارات للبسكليتات وللركض وكذا، في ناس يعني بتمارس الرياضات حتى في درجات حرارة منخفضة زي هيك. شوفوا كيف هون كل الممرات اللي موجودة بين البيوت تم تنظيفها عشان الناس تتمكن من المشي في أي وقت، وفي طلاب بروح على المدارس وناس بتروح على شغلهم. أي مكان زي هيك في باركينج سيارات أو ممر مشاة بتم تنظيفه بالطريقة هاي، فهذا يعتبر إحسان صراحة هون، لأنه أي بني آدم بإمكانه يمشي إنه ما يتزحلق أو يصيبه أذى، ولو أي حدا أجا ومشى هون وتزحلق وصابه إشي طبعا صاحب البناية أو صاحب المسؤول عن هذا الشارع هو اللي راح يتحاسب قانونيا إذا صار له إشي، لأنه من الضروري إنه أي حدا عنده بيت أو عمارة إنه ينظف قدامها ممر للمشاة بالإضافة لأماكن اصطفاف السيارات، لأنه هاي من حق المواطن إنه يطلع ويمشي بأي وقت مهما كانت الظروف الجوية قاسية ومهما كان كمية الثلج الموجودة، وخاصة هاي بنحكي في المناطق الباردة في أمريكا. يعني حتى المدارس ما بتعطل، المؤسسات ما بتعطل في عز الظروف الجوية السيئة، ثلوج
جليد أي إشي، دائما الدوام ماشي والمدارس ماشية، ما في أي تعطيل عن الدوام بتاتا. مثلا زي بعض الدول اللي ممكن يجي فيها ثلج خلص إنه الحياة بتوقف، لا هون كل إشي ماشي، كل إشي بضل زي ما هو، والناس مبسوطة. يعني هاي هون في ناس عم بيطلعوا على البسكليتات حاليا، زي ما شفنا المصورين بيجوا بصوروا الطيور. في مليون إشي وإشي الواحد يعملوا نشاطات خلال الثلج. إن شاء الله تكون هاي الحلقة يعني فيها كثير معلومات فدتكم عن الثلوج في أمريكا، ولا تنسوا تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، والسلام.